والدار بالأرواح واللول والماس أصحابها عند الخطر تفتديها في كل شبر في الإمارات نو ماس الله يعز بلادنا ويحميها يا أهل الهجين يا مدورين النواميس يا أهل البكار السابقات الأصيلة يا أهل الهجين ترك دو العنو ليس حمدان بن مكتوم ما في حيلة من شرب فنجاله قبل يدخل الريس يا محق مسرحه ويا محق ليله وراعي الهجين تكثر عليه الهواجس والشوط دامه فيه دور بديله حتى ولو غير شعار البرانيس الناس تعرف سوقه جنه وخيله فاعوس قوم من شيوخ فواعس ما في خيال حاجة مستحيلة يهل الهجين يا مدورين النواميس يهل البكار السابقات الأصيلة يهل الهجين ترك دو العنو ليس حمدان بن مكتوم ما في حيلة الأصايل مرحبا مليار بكتوم لجواتي دورة الوثبة درحب بلا فيها سلام يا غيار سلام يا جماهير اجن العاصمة تهانينا لمالك اجن العاصمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الناموس طبيعي الشوط يمتاز بالقو كلنا مسجل فيه خيرة ركاب ها هو رماد على المقدمة باش خادم باش ورماد رماد سلام يا هجن العاصفة سلام يا فزاع سلام يا غياث سلام يا جماهير هجن العاصفة تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الأصايل خطر تهانينا لمقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الناموس عيون فزاع كم فزت وكم لفت وبسبكها قالت الميدان ميداني الأصايل مرحبا في دار زايد عدد وبل النصوب والقدر بصدور حكامها الضيفانها الناموس يا حال التنظيم فيها والاعدادي من سماحة ناسها تبتج فيها الناموس زالت احداث الركض مستمره ساعت بدا شوط التحدي بناره الاصايل الأصايل انطلاقة جديدة ورائعة مع سن الإذاع لهجني أبناء القبائل تحدثنا عن الإنجازات فاليوم سنرى إنجازات كبيرة وتحدثنا عن المنافسة على الرموز وعلى البيارق فهذا المهرجان
وأبرز المهرجانات. هل سنرى إنجازات في أشواط الرموز من المطايا التي حققت إنجازات في المهرجانات السابقة، أم أن هناك أسماء جديدة؟ أهلا ومرحبا بكم في برنامج الأصايل وسن الإذاعة لهجن أبناء القبائل. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل عبر برنامج الأصايل، ومع انطلاقة سن جديد ومع انطلاقة تحدي جديد ما بين هجن أبناء القبائل في هذا المهرجان، وهو المهرجان الأكبر والأفخم هنا في عاصمة الميادين في الوثبة، مهرجان ختامي الوثبة 2020. شهدنا في الأيام السابقة منافسات كبيرة وشهدنا ظهور قوي لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وشهدنا هجن العاصفة تقدم أفضل المستويات. ويبقى التساؤل الوحيد والتساؤل الكبير، كيف استطاع فزاع أن يعود بهجن العاصفة بهذه القوة، وكيف استطاع فزاع أن يفرح جماهير هجن العاصفة، وكيف استطاع فزاع أن يحقق الهاتريك في الشوط المفتوح، وكيف وكيف وكيف. الكثير من الأسئلة أجوبتها ستكون عند شخص واحد وهو فزاع، وأكيد معاه غياث الهلالي. بهذه الانتصارات وبهذه الإنجازات لهجن العاصفة، نتوقع أن تكون المنافسة شرسة ما بين هجن أصحاب السمو الشيوخ في الأشواط القادمة وفي سن الإذاع والثنايا وعلى السيف. أكيد ستكون المنافسة مثيرة ورائعة. عندما تعود العاصفة تعود الحياة إلى عالم سباقات الهجن. هذا التعبير ليس تعبير عصام، وإنما تعبير كل عشاق عالم سباقات الهجن. وعندما ترون الجماهيرية الغفيرة وترون الحضور الغفير، نعلم أن هذه الإمبراطورية لديها عشاق كثر حتى النخاع. دعوني بداية أرحب بمحللين الأفاضل. رحب كذلك رامس بن محمد العامري المتصدر في الترشيحات الآن. مرحبا بك أبو محمد. الله يرحبك أفضل أبو خليفة، أمسي عليك بالخير وعلى أخوان المحللين وعلى المشاهدين، وإن شاء الله نقدم الشيء طيب اللي يليق بالمهرجان واسم المهرجان. علي بن سالم بن داود. أبو سالم مساء الخير. مساء الخير يا أبو خليفة، أمسي عليك وعلى أبو هيا، ومسي على أبو محمد، ومسي على جميع متابعين عبر قناة دبي ريسنج. شاعر مبارك من سعيد بالمزروعي. أبو هيا مساء الخير. سيد النور والسرور عصام، حييك وحي اخواني المتواجدين والمشاهدين من خلف الشاشات، وان شاء الله نتمنى اليوم يوم اثاره، يوم الاذاع، يوم الامتاع على قولتهم. هاي نظاره شمسيه ولا نظاره طبيه؟ هاي تشوف اللي في القلب على طول، تشوف ما هو خلف الشاشات. وشو اللي تشوفه؟ أشوف اليوم يوم حماسي طالع عندك، يوم مثل يوم العاصفة الأمسي. اليوم يوم يعني بيشهد له التاريخ إن شاء الله من حيث الإثارة وتواجد القوى العظمى، أنا أقول يعني من بين الشعب والجمهور. وايد اللي أشوفه، بس أنا ما بتكلم ما في خلف الكواليس، لأن في حساد الدالي متواجدين. وأنا منو أبوي؟ أنا ريال منو؟ حد من المحللين؟ أنا أبوي ما حد. يمكن أنت حد من المحللين؟ كل رامس، أنا أشوف رامس يطالعني يفتي بالنظرات يعني المتصدر نظرات بدون لكن نظارة. هذا خوي أنا معاه الحين، أنت دف طالب عن حل الظفرة. يوم نشوف واحد متصدر تمينا معاه ننفخ قدام، نصير عند اللي قدام، نخلي حلالنا وراء مرة. بس كيف سويتي الثالث؟
هي ولي العهد كيف لا بعد لو تابع بعد لا لا ثالث كلام الطاوله لا استغرب بعد عليه عندك مطوع يقراش لا يمكن ثاني هو ثالث انا لا ثالث لا حسبت ان غلط ترى بعد ثاني المهم يعني كيف انت من الاخير للثالث للثاني انا مثل صاحب الامثال الاخيره ها اللي حكت على فوتو فينش كيف عند وشفت ابو سلام متصدر حطيت العصا في البطن خلاص هديت هاي تحالفات ابو سالم ابو سالم لازم تسوي تحالف ده الناس هالغربيه بيتحالفون علينا لا والله ما نخليهم خبك امس ابو حمد بنسوي فريق لا شوف الريال طعم ثلاثه بثلاثه هالغربيه طعمكم حويل من الغربيه والموسم هذا اعطوهم اياه والمواسم الجايه الله يساعدها لا لا تبع الموسم هذا انت مره سلمتهم لا ابوي اتوقع ابو ثعلب بعد هالمركاض يقلب الطاوله بعد انتاج الفحص بعد حذروا مني انا لين الحين صرت اسير على الفحص طيب خلونا نذهب مشاهدينا الكرام الى الفتره الصباحيه وماذا حدث في الفتره الصباحيه وصباح الوثبه مع زميلنا هيثم الطائي تفضل يا هيثم وانتقل الى هذه الفقره في هذه الفتره الصباحيه نقدر نقول دقائق و يعني لحظات تفصلنا عن انطلاقة أول أشواط هذا اليوم أكيد إحنا متواجدين لرصد الحالة العامة اللي متواجدة في هذه المنطقة عندي خلفي تماما بوابة الانطلاقة والدورة دورة 6 كيلومترات وبعد أكيد بنكمل في جولتنا الصباحية وجولة صباح الخير يا الوثبة صباح الخير تعرفنا عن نفسك نور سعيد بن فارس الزرعي سعيد احنا خلصنا التمهيديات والمنافسات وحاليا في الختاميات مدى استعدادكم والله استعداد طيب الحمد لله يطول عمر الشوق ما خلو قاصر الحمد لله رب العالمين مهيانات ومناكير وتسعيرات والامور كلها عدله شو رايك في هذا المهرجان مهرجان ختامي المرموم 2020 والله ما ان شاء الله كل سنه نشوف مفاجات جديده علمني عن حلالكم والحلال ان شاء الله مني وجاي ان شاء الله طيب انها مشاركات قبل وسبق الحمد لله والله يوفق الجميع لو تكلمنا عن الانجازات شو الانجازات انجازات رصيد سيارات قبل حسن اللقاي والسنة مشاركات طيب في حفوز على الصبح والله وايد وايد نعم يالس روحك يمكن هذا شوي منعزل عن توتر شوية والله يوفق ان شاء الله نعم الحلال جاهز ان شاء الله ان الحلال كله جاهز خلاص اخر الختاميات هذه والحلال كله تقريبا جاهز نعم شو الحلال اللي مشاركين به والله مشاركين بكره الشوط الاول وشوط المهجنات وان شاء الله نطلب الله التوفيق المشاركه في اول الاشواط شيء كبير المشاركه في اول الاشواط حسب جهوزيه حلالك وحسب قوه حلالك اللي عندك وان شاء الله ان البكره تأدي ان شاء الله سمحة وين بنشوف سمحة ان شاء الله بتشوفها في الثلاثي اذا الله كتب لها والله الحلال كذا جاهز الوقت اخر الحين اخر مهرجانات وختاميات ماشي مطيه بجاهز الوقت الحالي كلنا جاهز هذا الحلال نعم والله عندنا اذاع زينات حاصلات على المركز الثاني والثالث منافسات ونتامل من هنا امال خير الشوط الاولي محليات الشوط الاولي مهرجانات حافله ونسيم والله منافسات وعندنا بكره اليوم ان شاء الله الشوط الاول الفتره الصباحيه كانت مثيره وممتعه ابو سالم قبل انطلاقه الفتره الصباحيه الكل مستعد لاحظنا ان سن الإذاعة خاصة في الفترة الصباحية في حلال مركز يتجهز للمهرجان القادم يمكن يكون صابته وعكة ولكن كل مطية تحتاج لها مركاض في الفترة الصباحية لهذا حتى المطايا اللي في الفترة الصباحية ممكن نشوفها في رموز في المهرجانات القادمة والله شوف أبو خليفة احنا شفنا اليوم يعني حلال أركض في الفترة الصباحية جدا ممتاز طبعا مثل ما تفضلت أنت أن الجماعة اليوم في الفترة الصباحية
يعدون العدة. مثلا عندك الشوط الأول كان من نصيب منحاف عند بن حمتش الخيلي، فالبكرة هذه قامت في أول الشوط وأنهت في أول الشوط. طبعا أكيد أنه مالك بداية يعني جهزها لهذا الشوط، وهذا شوط رئيسي في الفترة الصباحية أبو خليفة، بالإضافة إلى التسعيرة اللي وضعت من قبل مؤسسة هجن الرياسة، وضعوا تسعيرة قيمة للهجن الفائزة. فالجماعة طعمك ركضوا اليوم، اللي تأمل أنه يبيع في التسعيرة، اللي تأمل أنه طعمكم طيتها أنا ما انشرت بيوديها عند ختامي المرموم، وهو آخر ختامي وبيكون يدفع بها يعني في الأشواط الرئيسية، مثل بكرة سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي. هذه بكرة صراحة شفنا أداها ومنافستها وصمرة البكرة من بداية الشوط لنهاية الشوط في المركز الأول، يعطي أن بن حمدش البكرة هذه إذا ما انتقلت ملكيتها إلى هجن الرياسة أن هالبكرة تكون اسم صعب في رمز ختامي المرموم. طيب نروح نشوف مشاهدينا الكرام تقرير الفترة الصباحية وأصحاب المراكز الأولى في الأشواط الأولى، ومن ثم نعود للتحليل والتعقيب على ما حدث في هذا الصباح في سن الإذاعة. نتابع. بعد توقف قصير لالتقاط الأنفاس عادت المطايا والملاك والمضمرون إلى ميدان الوثبة، وعاد التنافس ليأخذ موقعه في الختام الكبير. الموعد اليوم كان مع سن الإذاعة، والبداية كانت مع الأشواط الصباحية، حيث تمكنت منحاف لسعيد مبارك الخيالي من انتزاع الفوز في الشوط الأول للبكار بعد أن باغتت سمحة في آخر 500 متر واحتلت الصدارة حتى النهاية، مسجلة زمنا قدره 9 دقائق و14 ثانية وجزئين من الثانية. مشكور يا سالم على هذا الأداء صاحبة العوايد، تهانينا والناموس ولحظات الوصول مع منحاف سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي المركز الثاني، وصلت فيه سمحة علي بن بطي. الحمد لله هي كانت عندنا من أول ديوان وهي سبق وكانت تسبق. يعني متوقعين هذا الفوز؟ نعم. كان في حفوز عاد في الموتر ولا لا؟ ايه. الكل حفزان ولا بس انت؟ انا واخويا بس. بس؟ بس. والباقيين عادي مرتاحين؟ ايه مرتاحين. طيب. ايه. الشوط الثاني لبكار ايضا حققت شجرة لسالم العويسي النصر بعد منافسة قوية وشرسة بين عدة اسماء حتى خط النهاية، ولكن شجرة كانت الأسرع بزمن قدره 9 دقائق و16 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا التسلل، شوفوا القوة، شوفوا الإثارة، شجرة 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 مع الناموس. والله نعم الحمد لله، متوقعين منه الأداء هذا وأفضل من هذا، لكن الحمد لله توفيق من الله هذا وربي لك الحمد والشكر. شو إنجازاته؟ والله إنجازاته بكرة من بداية الموسم كل إنجازاته سبق ثاني سبق في كل المحافل. نعم وعديناها للشوط هذا والحمد لله الله يمنه. وشو سلالته؟ سلالته طعمك تحد من سلالته مهاجر بعير العبد بن سالم، وما طعمك من شاهين كاسبي. سلامات والفوز ويبسير. أنا هدي طعمك للسلطان عمان والأشعار سالم بن سعيد بن سالم العويسي. الشوط الثالث للجعدان كان المهلهل لعبد الله راشد السويدي على الموعد، وتمسك بموقعه في المقدمة حتى عبور خط النهاية، والذي وصله ب9 دقائق و14 ثانية وجزئين من الثانية. الدولي الدولي الدولي، يا سلام، يبي للمرة الثانية بن حمدش في هذا الصباح، يبي الفوز والانتصار. المهلهل الدولي 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 والمهلهل المهلهل المهلهل الدولي المهلهل المهلهل. والله دا طيب قعود معودنا يقوم وينهي من يوم وحج، يا غير حصلته بعد العرقلات يوم هو صغير، والسنة من أول وقت مراكزة طيبة وجايب مسجل أفضل توقيت في ميدان سويحان، ومن عقب مركز سويحان القعود شوف مفاهيمه زينة وهلانا يركض في الشوط هذا. شو زلالته؟ أبوه الشاهين كليلي. المشاركة في هذا المهرجان شو تعني لكم؟ والله المشاركة روح أفوز، والحمد لله يوم الله وفقنا وسبقنا الشوط الرئيسي اللي داع الشوط الأولي، والسلامات نهدينا هالي مشرف. هذا الفوز كنت متوقع انه؟ والله القعود من فاحيمه شوي قعود يوم ولي العهد ضلع ما ركضنا، وعقب ولي العهد قعود اعطانا فاحيم يهلنا ان نسجل في الشوط الرئيسي.
كانت في منافسه قويه بينه وبين الدولي. اي نعم نعم، لين اخر الامتار احنا والله ما ضمننا الا يوم سمعنا المسجل انه يقعد سباق. اي نعم. الشوط الرابع للجدان كان التنافس شديدا، فلم يتمكن اي قعود من ان يبسط سيطرته على مجرات الشوط في الخمس كيلومترات الاولى، ولكن في اخر كيلومتر انطلق عز الجيش لمحمد طالب المري من الخلف، واثبت انه يمتلك مخزونا كبيرا استخدمه في النهايه ليحقق المركز الاول بتسع دقائق واربع ثوان وسبعه اجزاء من الثانيه. عز الجيش، عز الجيش، عز الجيش وسلاله عز الجيش المعروفه، تهانينا محمد بطالب بن شريم المري على هذا الفوز، على هذا التالق في المهجنات الجعدان في شوط الابداع في سن الايذاع، يقرب من خط النهايه بل يصل الى خط النهايه بهذا الاداء الجميل. محمد بطالب بن شريم المري تهانينا والناموس على فوز عز الجيش بالمركز الاول. والله متوقعين من عز الجيش طال عمرك، هذا يمكن ثالث مشاركه له برا السعوديه، والقعود طال عمرك كلها دخولاته سبق، والقعود حم خرينا حق الختاميات. شو سلالته؟ سلالته طال عمرك ابوه ولد عز الجيش وامه بنت المتحد. كان نقدر نقول الصراع شرس للامتار الاخيره. والله صحيح الصراع طال عمرك عينا منافسات ومنها طال عمرك دكتور الاصايل، الحمد لله رب العالمين على التوفيق. انجازاته؟ والله انجازاته طال عمرك سابق في السعوديه كم مره، وامس في دبي طال عمرك جاي ثالث. لو تكلمنا عن السلامات والاهداء وين بيصير؟ والله تصير طال عمرك المملكه. اشواطنا الصباحيه كانت مميزه مشاهدينا الكرام، واستطاع سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي انتزاع اول اشواط مع منحاف، وابو محمد منحاف كان اداها مميز في الشوط الاول، وتابعنا سيطره من الانطلاقه حتى النهايه لهذه البكره. والله منحاف بكره سبوق ومبارك راعيها، وبكره طعمك من قام الشوط بكره طعمك ماسك زمام الامور، واليوم ابو خليفه ما تسبق في هالمهرجان لا مطيل لها ماضي قوي وتسيل لها حضور قوي، نحب نبارك لهم على الناموس وعلى ناموس دايم، واللي مثل منحاف بكره سبوق الله يبارك فيها ولها ماضي قوي لها اشتراكات سبق ورعيها عادها لهالمهرجان، عسى الله يوفقها ان شاء الله. كيف شفت اداءها ابو هيا؟ الاداء متميز عصام، او مثل ما قال صاحبي عن البكره هذه لها عده سباقات في اكثر من محفل ومنافسه، ما ولو كانت تطلع من صلب المثلث الذهبي في كثير من المحافل، واللي تسبق في الشوط الاول عصام مثلا سواء المحليات او المهجنات تكون مأهلة عنها تنافس في شوط الرمز. نعم. في الموسم يعني في المهرجان الغادر. صح ابو هيا، شوف المنافسه بينها وبين بكرة الغفلي علي بن بطي الغفلي للامتار الاخيره. نعم. لكن شوف ما شاء الله البكره في النهايه اعطت اندفاع وفارق، نعم يعطي ان الذلول هذه عندها طاقه ومخزون. نحن قليل اليوم من الاشواط اللي لاحظناها، يعني شوف انت اليوم قليل من الاشواط اللي لاحظناه انفراده لو بسيطه عند النهايه، اما اكثر الاشواط تنافس الين اخر الامتار. احنا اليوم يعني جلب انتباهنا وهو مش غريب، يعني شفنا 22 شوط ابو خليفه، احنا نهني سعادة احمد بن سلطان الحلامي على العودة الحميدة، وهو شعاره دائما متواجد، احنا نطالبه بالاكثر في عالم سباقات الهجن، وشفناه في الشوط اللي هو 19 اشقر كسر التيم وياب 9 و3، يعني سعادة احمد بن سلطان الحلامي له جمهوره وله محبينه في 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 عالم سباقات الهجن. اليوم الركض ابو خليفة بمجمل يعني السلامات، الشوط الاول راحت دولة الإمارات، في الشوط الثاني لإخواننا في سلطنة عمان، الشوط الثالث توزعت نعم توزعت السلامات وتوزع الركض، وهذا حالات الختاميات، يعني تشوف منافسة خليجية لأبعد الحدود، ندل على شيء يدل على أن طعمك هذه المهرجانات تجلب جميع ملاك الهجن من مستوى الخليج، والجوائز القيمة أبو خليفة أنت اليوم تتكلم عن جوائز بالأميات بالملايين، موضوع طعمك لهذا المهرجان واللي مهرجان اللي بيروح ان شاء الله بيكون في ميدان المرموم، فاحنا نهنيهم ونقولهم شدوا حيلكم القادم افضل، وانا اتوقع ان اليوم الاخوان المنافسين على البيرق سواء بيرق الناموس او بيرق الامارات
انهم راح يشترون من الحلال اللي شفناه ركض اليوم في الفتره الصباحيه اذا ما انتقلت الى هجن اصحاب سمو الشيوخ. اليوم فيها بكره سبقت في الشوط الخامس يثني يعني معلومه عنها انها انتقلت الهجن الرئاسي اللي هي عند بالويع محمد مبارك بالويع. البكره هذه انفردت في اخر 200 متر ونهنيه بالناموس ونبارك له بالبيعه اللي هو خليفه بن محمد بالويع. مثل ما قال يعني وابوه راعي ركض وكان مضمن عند هجن راعي بن ظبيان هجن اسمه الشيخ زايد الله يرحمه. اول سيف ياخذه حياه بالويع على بن ظبيان عند رئيس الدوله في ميدان البنيان. الختامي هذا عصام له قيمته من كل النواحي وايجابي لكل ملاك الهجن منا مشاركه ومنا جوائز غيمه الله يطول عمر المعازيب او منا مشاركه واحتفال واجتماع سنوي سواء في ختامي الوثبه او نصير له ختامي المرموم. ونحن ممكن هدينا ابيات لمناسبه المهرجان هذا ونحب الغيها الحين على مسامعكم ومسامع الجمهور اللي غناها سعد بن رفده القحطاني. يقول مرحبا بالليل فا للبلد من كل صوب باسم ابو سلطان واخوانه وسكانها مرحبا في دار زايد عدد وبل النصوب والقدر بصدور حكامها لضيفانها دولة الشيوخ المكارم بشدات الكروب وديرة الهجن الأصايل بكل أوطانها في ختام الوثبة اللي ترقبها الشعوب نشرته كل العرب تنتظر لإعلانها في ختام الوثبة اللي ترقبها الشعوب نشرته كل العرب تنتظر لإعلانها مهرجان عالمي له مكانه ومحسوب تقصده ملاكة الهجن من بلدانها أسسه زايد وقام وعياله بالوجوب مثل مسس دولة ثابتة سيسانها التطور فيه يزداد ويسر القلوب وارتفع شان النوادر وزاد ثمانها والتنافس عز والركض غالب ومغلوب وترتغي روح التنافس بمنه صانها دورته تجمع نوادر عريضات الجنوب كل شقرا راهية نحل ذرعانها وكل أصيل لونها فيه من شمس الغروب من رهاها يدبل زوارها وابطانها لارتفع الستار فزت كما الظبي اللعوب والجهاز إذا تبطل يزيد جنانها تحسب إنها من رها السبق تدفعها الهبوب ركضها فارق وتبطي رفيع عنشانها ركضها فارق وتبطي رفيع عنشانها والسلام عليكم. الله يسامحك. حلصانك صح حلصانك. والمعازيب يستاهلون لي أكثر من هذا ويسمحون على القصور. هذا قصور المعازيب يستاهلون بيض الله وياك هذه قصيدة الجزلة وأنت جزل وما تقول الجزل يا أبو تعيين. الله عليكم زود. الواحد يحضر ذي أنا ما حضرت ذلول أركضها حضرت القصيدة هذه ذلول السبوق اللي تيملك. عندي البعيد وعندي القريب. الله يطول عمرك. نروح لفقرة إذا فقرة السوشيال ميديا جاهزة بالأمس بعد شو تقول معدنا محمد سالم؟ يقول يبغى دقيقة لما نجهز السوشيال فقرة السوشيال يعطينا قصيدة ها؟ عندك قصيدة في دقيقة؟ مثال القصيدة يقول من حبي الحمدان والهجن حمدان نعم ودي أباريها ولو في التفاحيم اللي ينومس الشعب وشيوخ الأوطان في كل دار مجده يعانق الغيم اللي ينومس الشعب وشيوخ الأوطان في كل دار مجده يعانق الغيم إذا حضرت بالهجن في كل ميدان تمتع الجمهور وتحطم التيم حمدان نجم في سما المرجلة بان خيره مثل غيث انتبع سيله الديم خيره مثل غيث انتبع سيله الدين صح الله يسامحك الله يسامحك يستاهل وراشد شكرك يا ابو هيا يستاهل ابو راشد اللي اكثر من هذا ويسمح لنا بعد نعم الشوط الثاني كان شوط كذلك مميز في الفتره الصباحيه واستطاعت شقره لسالم بن سعيد بن سالم العويسي وسالم ان تحقق هذا الانتصار الجميل في ثاني الاشواط الفتره الصباحيه والله احنا شفنا ركض شقره ما شاء الله ما في كلام ابو خليفه اركضت وادت اداء ممتاز احنا نهني مالك العويسي اللي شفناه اليوم ان الشوط هذا اشتركن عندها ركاب حصلت على رموز
ولا جوائز قيمة، منهن بكرة عدي الغفلي صاحبة رمز مهرجان اللبسة. فندل على شيء أبو خليفة، مثل ما قلنا لك أن هذه الأشواط وهذا الركض اليوم هو ختامي، سواء بتركض المطية في الفترة المسائية والفترة الصباحية، فكل حلال مستواه عالي. احنا نهني سالم بن سعيد بن سالم العويسي على هذا الإنجاز. وأول الأشواط هي دائما الأشواط الرئيسية الأربعة الأولى هي تعتبر ذروة السنام في الفترة الصباحية. العويسي حضر ذلوله، هو البنادم طعامك، احنا نقول البنادم يوم يطرش من دار بعيده ومن مكان بعيد لابد ان طعامك يحط الذلوله الطيبه في الشوط الطيب. فالعويسي طعامك ما شام من دار عمان علينا هني في الامارات الا ان طعامك حاسن الظن في اول شيء في الله، وفي شجره انها تهديه الناموس ومحبينه وجمهوره ويماعته عنده. فاحنا نهني، وتيمها كان طيب 9 و16، والذلول هذه كل ما يجي لها وقت من الحلال، كل ما يجي لها موسم بيكون ركض اخير، حتى طيب. في سن الثنايا في سن الحول بتكون افضل من سن اللقاي ولذا. نعم، خلونا نشوف فقره السوشيال ميديا بعد انتصارات هجن العاصفه في رموز اللقاي. كثير من الفيديوهات انتشرت، من ابرزها الفيديو اللي تحدث فيه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وكذلك الصور اللي انتشرت. نحن اخذنا مقتطفات من اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه في الجروبات، وقلنا بنعرضها عليكم مشاهدينا. نتابع. عندك سيول سيول ناموس ناموس براجة يا طويل العمر كل هم انت بدد وعمت الافراح الشيطان وعيالي شفت يا حمدان جمهورك يردد يرفعون الصوت لك في كل عالي مرحبا بالزا والعداد عدد ورضت التعداد لين اصبح خيالي مرحبا بلي من عرفته ما تصدد عن ويوه اللي بهم طاق المجالي المضمر كم قالوا ما تحدد والإجابة هيات من قبر السوالي عاصفة حمدان تفعل ما تهدد كالشجاع القرم في يوم النزالي تمام هذه بعض الفيديوهات وأبرز الفيديوهات اللي انتشرت. في كثير من الفيديوهات انتشرت، لكن نحن بعد لضيق الوقت خذينا يمكن بعض الفيديوهات. رماد من إنتاج رقيعات؟ أي نعم. من وين؟ رماد طعمرك من إنتاج. متأكد من معلومة؟ أنا أعتقد أن اسمه رماد مو برماد. مهم القعود هذا طعمرك نعم من إنتاج طعمرك سالم بن غانم راعي لمحة. وسبق هني في الكبرى راعي لمحرة اللي عند الجروب؟ اي نعم سبق هنا حيلة. سبق في الكبرى وياب تيم متميز واشتراها محمد سلطان بن مرخان وركبها محمد سلطان بن مرخان في رمز المرموم وجاء ثاني على الرمز واشتروه المعازيب وهذا فعل امس وسوى ركضه يعني نفس هي بيعت محمد سلطان صحيح اي نعم محمد سلطان اشتراه من عند راعي لمحه وابوه بعد عند راعي لمحه يعني انتاج من ابوهم عند راعي لمحه من ابوهم من ابوه ابوها يسمونه هو سراب لا 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 ولد الله ولد الحنين الشيبه
لا يا اخي خديدات ابوه يا ابوي الحين هذا طالع شوف الرجل غربي خربنا الحين احنا حافظين الحين بوها ها مشكله خلاص مو مشكله نروح ل محمد سعيد بالكيله حقق انتصار مهم ورائع في السنة اللي جاية وقمنا كذلك بزيارة لعزبته وتعرفنا على استعداداته وتعرفنا على كذلك على إعادة هيكليته للعزبة وإخوانه وكذلك إعادة انتصاراته ودخوله في الرموز بشكل قوي نتابع هذا اللقاء. عزبة جديدة وناموس غالي وناموس كاس المحليات مع مديار محمد سعيد بالجيلة قدمت مديار مستوى مميز ولا بد نحن نحضر العزبة والنومس كذلك لراعي مديار نقول لك الناموس وكاس المحليات من أغلى الكؤوس في سن اللقاء تستاهل خير الله يسلمك ويطول عمرك ربي أبعدي ويرزقنا ويرزق الجميع إن شاء الله لقيناك قبل الشوط قبل كاس المفتوح ونرمس على هالتاجة ونحن في بالنا مذيار لا غير النقاش اللي صار على هالتاش نسانا نحن بالنسبة لنا نسانا مذيار لكن انت, انت شردت ابن عني انا ابغيكم تصدكم هالتاش والحمد لله استديتوا يا هالتاش ولا تخبرتوني بس لو تخبرتني من مذيار مذيار بكرة سبوق اول مرة تي الامارات ما قديت نهائيا هذا اول اشتراك لها في الامارات حتى البكرة دعمت مرتين او ثلاث مرات ما دخلت الامارات كلش بكرة سبوق سابقة حقه وسابقة لقية عندها سبق يمكن ثلاث أربع مرات السنة والبكرة سبوق وإحنا يوم جهزينها ومعدلينها مجهزينها للشوط ذي وين مركضة في أي ميدان مركضة طال عمرك في حايلية يا ثاني على الرمز وركضت في تبوك يا الثاني على الرمز وسابقة ما أخذه عندهم هناك دورة يسمونها دورة الوجه ما أخذها الرمز يا بعيد البكرة كلها مستواها من يوم هي حقه مستواها كله قوي انت شريتها شرية جديدة لا والله البكرة هداعة يوم يتبروح منك طرشة عندي رايها قدام يمكن شهر من شهر حوالي شهر شو رايك في الحلال اللي نعتذر مشاهدينا على هذا الخلل الفني بالتيلة حقق إنجازات مهمة وحقق كذلك أداء مميز والله حنا نهني بالكيلة أمس على فوز مديار وحصوله على الرمز وبالكيلة يعني حنا سوينا لقاء صراحة عنده قبل الشوط وسوينا لقاء عنده بعد الشوط بالكيلة من المضمرين اللي لهم باع طويل في عالم سباقات الهجن لا يخفى على أحد سعيد بالكيلة كان مضمرين الرئيسيين في عزبة المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه أيضا محمد بن سعيد بالكيلة رجل حاصد على رموز حاصد على إنجازات وكان عنده عزبة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آن هيان من عزب الخاصة والمنجزة يمكن يوم سوينا اللقاء ابو خليفه عند محمد قال انا عملت اعاده هيكل في العزبه نعم هو طعمك البوش الكبار اللي ماخذن 9 سيارات و8 سيارات عملت لهن حلت للانتاج بديت اسس العزبه من اول ومن اول جديد فهذا كله عطى يعني بالكيله انه يعود للساحه يعود للانجازاته اللي ما شفناها من وقت يعني مبطي منها ومحمد بن سعيد بالكيلة دائما يوم يحصل السبوق يا ابو خليفه ما يروح الا الشوط الاول والبكره هذه صراحه يعني صعبه انا شفت ركضها البكره تلحق وتدعم تلحق وتدعم تلحق وتدعم فانا اتوقع انه يكون لها ماضي طيب في موسم انا وصلتني معلومه البعير ابو رماد وبران من بدر الدرعي وهو وبران قعود راعي لمحه يا ريح احنا بنقول وبران بن ثعيلب خبصنا فوق تحت قال حنيش وميح بنا طعمك ولا هو ابوه وبران بعير الشيخ حمدان بن زايد اللي كان عند بن عيد
وبران يعني جايب كثير من السبق وماخذات رموز ومنها انخوارت لينيبي اللي ما بقت سيف ولا خلته. طيب نحن نعتذر مشاهدين الكرام على الخلل الفني اللي حصل في الفيديو، الانقطاع يمكن التيار الكهربائي، لكن ردت الأمور على مجاريها وبرد وبنعرض مرة ثانية التقرير، تقرير محمد سعيد بالجيلة، ونعتذر من الجمهور ونعتذر منه وبعد بنعيد التقرير في هذه اللحظات. نتابع عذبة جديدة وناموس غالي وناموس كاس المحليات مع مذيار محمد سعيد بالجيلة، قدمت مذيار مستوى مميز ولا بد نحن نحضر العذبة والنومس كذلك لراعي مذيار. نقول لك الناموس وكاس المحليات من أغلى الكؤوس في سن اللقاء، تستاهل خير، الله يسلمك ويطول عمرك، ربي أبعدي ويرزقنا ويرزق الجميع إن شاء الله. لقيناك قبل الشوط قبل كاس المفتوح ونرمس على هالتاشة ونحن في بالنا مذيار لا غير النقاش اللي صار على هالتاشة نسانا، نحن بالنسبة لنا نسانا مذيار، لكن انت انت شردت ابنا عندي. انا ابغيكم تسدكم هالتاشة والحمد لله سديتوا ويا هالتاشة ولا تخبرتوني، بس لو تخبرتني من مذيار، مذيار بكرة سبوق اول مرة تي الامارات ما قضيت نهائيا، هذا اول اشتراك لها في الامارات، حتى البكرة دعمت مرتين او ثلاث مرات ما دخلت الامارات كلش. بكرة سبوق سابقة حقه وسابقة لقية، عندها سبق يمكن ثلاث أربع مرات السنة، والبكرة سبوق، وإحنا يوم جاهزينها ومعدلينها مجهزينها للشوط ذي. وين مركضة في أي ميدان؟ مركضة طال عمرك في حالية هي ثانية على الرمز، وركضت في تبوك هي الثانية على الرمز، وسابقة ماخذه عندهم هناك دورة يسمونها دورة الوجه، ماخذه الرمز يا بعيد. البكرة كله مستواها من يوم هي حقه مستواها كله قوي. انت شريتها شريه جديده؟ لا والله البكرة هداة، يوم يتبروح منك طرشة عندي رايها قدام يمكن شهر، من شهر حوالي شهر. شو رايك في الحلال اللي مشارك خارج مشاركات الامارات على مستوى التحدي مثل الميادين اللي في المملكه العربيه السعوديه، انت حاضر تشارك في دوله في الوثبه او في المرموم، النقلة هذه بالنسبة للمطية كيف تشوفها؟ والله النقلة، شوف النقلة على المطية، تنقلها من ريس فرعي، الريس ختامي بالطريقة ذي، طريقة كاس مطية من ريس، يعني من ريس خلنا احنا ما نقول حكومي قوي، لكن من ريس ميدان برا وتركض في 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 الوثبة في الختامي في كاس، نقلة كبيرة تعتبر للمطية، لازم يقيمها راعيها تقييم 100% صح، لأنها ممكن المطية ساعات المطية تغش راعيها، كيف تغش راعيها؟ يركضها في التمهيدي اللي برا او المراكيض اللي برا والناقه تسبق، لكن ما هو المستوى اللي يوصلها للرمز. كيف تقيم انت كمضمر لك عوايد على الرموز؟ كيف شو تنصح المضمرين؟ والله انا اقول شوف، اول شيء هذه ارزاق، اول شيء هذه ارزاق يكتبها رب العالمين للانسان. الحين الانسان اللي يركض المطيه يعرف الروح مستواها وين. أنت ممكن تنقش في مطية واحدة، لكن مستحيل تنقش في 10 أو 15 مطية. طيب. إذا أنت لك خبرة ولك في المجال ذي، يعني شغال في المجال قد لك سنين وتعرف وعندك خبرة، ما تنقش في المطية. صعب الحين الناس اللي يشترون، يعني فرضا قعود بالنهيان احنا نقول، ها؟ اللي أمس خذ الرمز في الحقائق، نعم. هذا مشراي من 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 رئيس برا من تمهيدي. قيمه بالنهيان لين خذه وراح به مركاض الرمز. ليش بنهيان؟ من اساس الناس اللي يركضون وعنده خبره في المجال ذي، ما يابه من فراغ، ليش ما وداه مركاض السيارات او وداه مثلا الصبح راح بشوط الرمز؟ ليش اخذه؟ لان تقييمه او المعايير اللي حطهم بنهيان في القعود هذا حطهم في انه شوط رمز، يجيب رمز ويابه بنفراد، ما يابه قريب. شفناه اليوم في ركض مذيار غشيمه في الركض، تلحق الركاب وتكس وتدعم، شكله صعب. البكره هذه ما احتكت في المراكيض، شوف اللي ما تحتك في ابو ظبي وفي المرموم في الوثبه وفي المرموم ما تحتك عند الركاب، ما يقدر صعب الانسان يميزها الا المطيه الفارطه النوعيه القويه اللي تجبرك على الـ على الـ على الشوط ذي. الناقه ذي ما ركضت ثلاث أربع مرات وهي الدعم تلحق والدعم تلحق والدعم، ما عندها ممارسة الركض،
ما عندها ممارسة الكاميرات اللي موجودة، التصوير، زحمة السيارات اللي موجودة، ما عند هذه الأمور كلها، ما غشيمة فيه. يعني من دبرتها والبكرة ذي تقوم ثاني ثالث اليوم، يلا يلا وش من وراء. نقول إن هجن الرياسة أخذوا نجمة ساطعة في عالم سباقات الهجن، انتقلت ملكيتها خلاص؟ نعم انتقلت ملكيتها، والبكرة سبوق الله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم. أنت كيف قيمتها وحطيتها في الرياسة؟ والله أنا كل اللي شفته منها، شوف كل اللي شفته، أنا من حطيته في سيارة من هناك حطيته للشوط ذي، من حملته من هناك ما فكرت نهائيا في يوم من الأيام أني أركضها في شوط غير شوطها بمعنى. من تركض من تركض الميادين؟ من تركض من الميادين ذلاك، وأنا حاولت أني أشتريها بصراحة يا أرفض ما طاع، ولا أنا حاولت فيها وصلت فيها 800,000 ما طاع راعيها يبيعها. يلا يلا خدتها من عنده، قلت ربا أخذها وداعها بشلها بركضها. أطرق عادة لأن البكرة نوعيتها اي والله البكره سبوق، والله يرزق راعيها ويوفقه توفيق طيب، والبكره ساسه سبوق من يوم يحقه. سالات ابو سعيد بوها ولد شاهين الكليلي، والله انا راعي البعير ما يحضرني اسمه، لكن بوها ولد شاهين الكليلي وامها من باعر الشيخ زايد طالع الله يرحمه امها. محمد ابو محمد للامانه، محمد بن سعيد بالكيله ابو سعيد، يعني كان من الجماعة اللي لهم باع طويل في عالم سباقات الهجن، وممكن فترة من الفترات مسك عزبة الشيخ زايد بن حمدان وتألقت وحصلت على رموز وجوائز. وابوه قبل سعيد بالكيلة عنده عزبة الشيخ زايد الله يرحمه، وحصل على سيوف وعلى رموز، وإحنا ما نستغرب منه، ولكن هو فترة إحنا نبغي نسأله عن فترة الانقطاع اللي استمرت، والسنة شفناه في الطائف تألق واستمر التألق لليوم الختام. شو السبب وليش وشو سر الطائف؟ والله أنا أخبرك بالطائف، شوف أنا في حلال كثير يا من الطائف نجح وفي حلال ما نجح. أنا عندي حلال كان حول وثنايا وركاب كبار كلهم، بديت من سن الفطامين ذيلا كلهن. أنا يوم فنشت الحول عندي حول ما أخذت على 9 سيارات، وطلعت للإنتاج وكنسلت العزبة كاملة وبديت من الصفر. الإنسان اللي يريد يعيد حساباته صح ها، ما يقول أنا في يوم خدت رمز في اليوم الفلاني، لا أنت بديت من الصفر، يعني لازم تبدأ من الصفر. احنا بدينا طال عمرك من 3 سنين حوالي، أنا وإخواني كلهم سوينا فرقتين للإنتاج، وبدينا في الإنتاج ونشتري حشاوين فطامين ونبدا في التاسيس التحتاني. الحين الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، احنا مؤسسين عندنا حلال يركض في الانتاج، وعندنا حلال شرايا، وهن اساسا باديات من الفطامين. نعم بس اصعب، انا ادري انها اصعب، اصعب بس ممكن المبالغ الماديه اقل، بس بعد فيها صعوبه، فيها شغل مجهود كبير، فيها وايد، فيها شغل كثير وفيها تعب كثير. انا اروح اقعد هناك في حايل اقعد بالشهر ونص، شهرين، 3 شهور. أنت مؤسس في حائل؟ نعم أنا شليت حلالي كله سعودية، وحلالي كله في حائل، وبديت أمسك فطامين من العام عام الأول من سنتين، والعام الحمد لله ركضنا فيهن حقايق الحين، وفيهن لقايا العام، وتوفقنا فيهن، الله وفقنا فيهن. لكن احنا نقول بيننا وبين أنفسنا الحمد لله على كل شيء، يعني بادين نمشي صح، وهذا هو الصح. خطوة جريئة ترى، خطوة شوف أنك تخلي الركض وانت راعي ركض، تركض بعير وتركض ثنية وتركض القية وتركض حقة وتركض إذاعة صح، وتخليها وتروح تبدأ من سن الفطامين، هذا ما هو إلا صعب، شيء جبار يبغي لك عليه صبر. إذا نجحت راح يكون لك مستقبل، مستقبل، لكن إذا بديت صح بتمشي صح. نعم. مشاركاتك في الإذاعة وفي الثنايا عندك مشاركات؟ والله أنا عندي قعود في الإذاعة في الرمز الإذاعة المفتوح، وعندي ناقة حايل في شوط الـ400. شو رايك في مفاجآت أمس في الحقائق في الرموز ومفاجآت اليوم؟ ترى في كثير من المفاجآت. صحيح احنا استوين عندنا مفاجآت. شوف احنا أول شيء نشكر حكومتنا الرشيدة والله العظيم، يعني دعم غير، يعني ما أقول، ما أعتقد في العالم، ما في حد في العالم يندعم نفس ما ندعم احنا، لا من دبي ولا من أبوظبي بأمانة، لا نقدر نتكلم في شيء نهائيا في مجال العالم، هذيلا مش محتاجين الحلال لأن قاعدين يقلصونه، والله مش محتاجينه، لكن قاعدين يدعمونا ويوقفون ورانا. وشفت يوم تقوي ولدك، ولدك القوي تراه ينفعك ويفيدك،
الحين هذيلا قاعدين يقوونا، معازيبنا قاعدين يقوونا بالتسعيرات. يعني أنا الشيخ منصور أمس الله يطول عمره ولم 12 من كل شوط، يعني 48 مطية في 4 أشواط. هذا دعم ما هو عادي ولا وضع عادي. يعني هيتنا وسام على صدورنا وشرفنا الشيخ سلطان بن حمدان جزاه الله خير والله يطول عمره، موفر جميع الأشياء، كل هذه الدعم اللي يينا من الشيوخ يينا من عند الشيخ سلطان بن حمدان. نعم الحين احنا خلصنا من الركض هذا، تشوفه الحقائق، احنا نتكلم عن هالحقائق، خلصوا من الركض هذا. تدري من قدامهم؟ قدامهم حمدان محمد. يلا بيقلص عدد 12 اللي في الكاس، وبيقلص القعدان، وبيقلص ال 48 ولا 50 حاشي من 4 أشواط. هذا احنا متعودين عليه ورابين عليه، وهذيل شيوخنا تشوفهم ما يابوه من فراغهم، هم يايبينه، هم رباين عليه، هم ربوا عليه. نعم الحين يقول يعرف هذاك الناموس دائما، وانجاز كبير لمذيار، وان شاء الله ان شاء الله بنشوفك بعد في اشواط الرموز في سن الصغار في المرموم ان شاء الله. في عندك شيء؟ والله ان شاء الله بتشوفني ان شاء الله رموز ان شاء الله. خبرنا عاد لا عندي ذي الثاني ولا ثالث ولا رابع الرمز الحقائق الكاس ثاني ثاني ثالث لا ثاني سامحنا احنا بالاول. انزل لحظه جمهورك تخبر كل مشجعينك الموجود يبونك ثاني ولا انا ابغى الاول؟ شو تبغى الثاني؟ لا لا بس ما شيء مضمون في الدنيا، شيء مضمون ماشي مضمون. الثاني والثالث مضمون. انزل لا ثاني ثالث فيه نمل الحين ويخلوني سعيد على الوضع ذي، على الوضع اللي شفناه طول عمر الشيوخ والمشتريات. نعم العرب يحاسبون على العاشر. نعم يحاسبون اللي يفكر انه وين بي، يحاسبون على العاشر بغاو البيع. الله يطول عمرهم ويوفقهم ربي يبعد ويجزاهم الله خير. لكن بغيت نصيحة مهب. نعم يوم قلت لك بتقلط شوط الرمز تشوه البو داود وعصام، سوي لقاء عندهم ها قدام لا بيهم حتى لو ما يوني بصيح لهم انا السلام عليكم تقربوا. تستاهل تستاهل. الله يطول عماركم، والله زيارتكم شرف بالنسبة لنا، ومرحبا ومسهلا. والله ان شاء الله يكثر ذي الزيارة، لان اذا كثرت زيارتكم يعني كثر الرمز والناموس. دحين زيارتنا تي بعد الرمز، انت ان شاء الله تسبق ونحن ولك علينا نحن للني هني ما نخوذ معك. زين انا اول دعيت العمري وعقب دعيت القوتي يعني فارق الناموس والتوفيق. مرحبا والله ومسهلا مرحبا. الملاك يستبشرون من حضر نحن عندهم العزب وسالم. نحن لازم نسوي نغير تكتيكنا شوية، ما نروح عند السابجين خلاص، سابجين خلاص سبجوا نومسوا بيظهرون منصة وماخذين. لا انت شوف روح عند الثاني والثالث عرب، شو رايك بعد اركض الثالث والثالث. شوف انت امس موفق، امس انت طعمك نزلت في الميدان وسويت القاع عند بالكيلة وخذ رمز، وسويت القاع عند بالمرخان وخذ رمز. نعم فالقاك مبروك زين، وهي كلها على توفيق رب العالمين ونصيب. عندنا ريال قال اذا نزلت الميدان انا اعتبرني ما بالبرنامج، ما يبي ينزل الميدان. منو ليكون بوهيا؟ لا رامس بوهيا خربطنا الحين في سلاله تبعير، نحن بدال ما نقول اوفران قلنا الحنيش. شفتك حالي راح طعمك. اخبرك بوهيا النظاره اليوم صراحه النظاره عجيبه، بدال ما يسرحنا طعمك ينوب سرحنا غرب، تكشف ما خلف الاضلاع وما في القلوب. طيب هاي النظاره الحمد لله. عبد الله بن تعالوا بعدين لا تحطون عماركم وينكم فال، هذا تطير بيطير. لا احنا مش فال، هذا احنا ما نعتقد بالفال، اخاف يطير بكم. وبعض العرب سبق ذي المبارك تبارك عليه كثير. بن بالكيله شو قال لك؟ قال لك يوم تحضر السبوق حضر شفت بالكيله وشفت غير بالكيله، الرجال غايب. هذا اللي انا ما قلت شيء، ابو سالم اللي قال رد على ابو سالم، يقول حق ابو سالم وجهه له. لا 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 شوف شوف في بنادم طعمك يوم يصبحك تصبيحه خير، في واحد مشعور. انا هذا تطير اسميه، انا ما اعرف تطير. بالكيل ابو مبارك من حمل انا ويا ابو مبارك انا ويا ابو هيا من حمل بكرته قال الرمز تقريبا 80% ضامنه، لان بكره سبوق وشاي منها مراكب قويه في السعوديه. بعض العرب الحين يقول لك المضمر والسبوق، يا رجال هي السبوق اللي تصنع اسم المضمر وتخلي المضمر بصير في كل شيء، تلقى الانسان اي واحد راعي هجن يتبعه يقا يطالع برنامجه شو يسوي، هو السبوق يوم تختفي عنه السبوق هذه اختفى من الساحه كلها. وثعيلب اقرب مثال، وثعيلب مثل ما نشوف ايجاد هاي طال عمرك
كانت باسم سيول الحمد وراشد بن غدير. نعم. هذه بكرة حقه ومخطيم وحقه ما انسبقت، خذت الرمز في ولي العهد وانتقلت ملكيتة اسمه الشيخ حمدان محمد، وامس نشوف حضورها ايجاد في رمز اوجدها واثبتت وجودها. فالمطية دائما لها وعمت الفرحه في البلاد واسعدنا باسعاد، يعني ايجاد وبلاد واسعاد كل حمد وامجاد مجد. لا المضمر ليش ما له دور مضمر؟ لا المضمر له دور، لكن المضمر كل شيء مكمل شيء، السبوق المضمر هي الرئيسيه ولا سيول سبوق وكانت عند مضمر ممتاز، لكن راحت عند الشيخ حمدان. الشيخ حمدان روحه انضمر خير سبق وانضمر رشاب سبق، ما بس الشيخ حمدان لكن انت طعمك خل سيول ناقه سبوق وطيبه. البكره اللي خذوها الياي ثلاثه اللي عند بن حمود اشتراها مني من الوثبق عقب الكبرى، ساب جهني في الكبرى من عند حامد بن الصغيرون ومركضنها في الاشواط التاليه، وبن حمود يوميتها طعمك اسبوعين وركضها في الرمز، وامس العاصفه قيموها في شو اسمه الشوط المفتوح، في الشوط المفتوح مضمر له دور في تطوير الناقه. ليش ما له دور؟ هذول الاركاب سبق كم ما يغيمون اركاب عند البدو منافات على الرموز ومخالات رموز. هني سابقه في الاشواط الاخيره انتقل طال عمرك الهجن الشيوخ بدون فحص بدون اشياء، فالمضمر اكيد انه نقله نوعيه للمطيه من عند البدو. شوف رامس المطيه انا بس المطيه يعني برنامج، لكن انا اقول لك يعني هي السبوق هي العامل الرئيسي في كل شيء، هي عمود العز بس ما هضم حق المضمر. في الحين عندك انت خلنا بنضرب مثال في المراكز الثلاثه الاولى في العاصفه كلها نسبق. انا اقول لك المطيه هذه حتى الثاني تروم تسبق احنا شفنا اللي سبق. انا اقصد لك ان المضمر يقيم مطيته، البكره هاي سابجه في الكبرى يعني، ونعم سابجه عند حامد بالصغيرون وسابجه هني في الكبرى وخذها فري بن حموده وركضها ويت ثاني على الرمز في دبي. نعم. لكن يوم يوت عند العاصفه قلعت امس. والله انا اقول المضمر، السبوق نسبته 20% والمضمر 80%. لا هاي عقب انتوا كل واحد وراي، انا اقول المضمر. البرنامج انت عايش معك السبوق نسبته هذا رايي يا اخوان، انتوا بعد ما تقبلوا وجهه النظر. المضمر 30%. انا اقول المضمر هو الاساس. لا هو كله مكمل. المضمر هو الاساس. لا مضمر كل المكملات، لكن انا احب اجيب سبوق بدون مضمر ما يصير يا جماعه. مضمر الاساس. لو جبت مضمر بدون سبوق شو يسوي؟ بعد ما يسبق الارباح في الدور هي مضمر، السبوق مثل راح الدور. وهي شو رايك؟ رايي انا ثابت ابوي، اعرف يعني واثق الخطوه يمشي. الحين انت الحين عطنا رايك مع النظاره اللي تشوف ورا الكواليس. انا مثل ما قلت لك عصام، يعني هي السبوق هي العامل الرئيسي. أنا أقول تقييم المضمر للسبوق هي العاصفة قبل الثلاثة هذيل السبق كان يما ياخذ ياله يعني ياخذ رمز، الحين لا ينسبق رئيسيات عنده بانفراد بعد مو بعاديات. شو رأيك بسالة العاصفة يلا ياخذ الرمز يقول لك العاصفة كل سنة لا تاخذ رموز لا أنا أقصد لك السبق العام العاصفة العام سجل سبع وثانية لا أنا أقصد لك السبق اللي حضرنا أمس فارقات في المستوى. أنا أقصد أنا أقول لك مبارك مشترى العاصفة أمس نقوة اللقاية اللي عندهم، فأكبر دليل تميزن في مركاض الوثبة. أنا أقول حلال وجود الشيخ حمدان في هجن العاصفة قربه من هجن العاصفة والشرية باستمرار اخرها ولي عهد دبي امس شفنا سبقنا في الفتره الصباحيه مشريات من مركض ولي عهد 18 شوط في اللقايه 11 شوط الفتره الصباحيه 11 و7 المساء 18 شوط اركاب سبق لا طال عمرك وعند طال عمرك مضمر. شو يعني انت الحين تتوقع ان بكره مدير عزم مش طبيعي البكره هذه اليد الثالثه على الرمز تتوقع بكره طال عمرك اذا الشيخ حمدان بغى يريح سيول وخته لياي ثانيه اللي هي من ديار بن الدليله على ما اتوقع مشريه يا ثاني على الرمز في دبي اتوقع طعم كذا ريحها الناقه هذه بكره تاخذ الرمز. عند اركاب اركضنا فتره الصباحيه الشوط الاولي بكره يحسبها الف حساب في مركض دبي بكره طيب. سبوق وحضورها طيب. نروح نحن تاخرنا عندنا تقرير كذلك في سن الحقائق وتاخرنا ما عرضناه في اليومين السابقات، لكن اليوم واجب علينا مدام نحن قمنا بزيارات كذلك للعزب يجب علينا عرض كل التقارير اللي صورناها. نشوف التقرير مع زميلنا عبد الله بن حمد بن بهيان ومن ثم لنا عوده وبنبدا نتحدث عن رموز سن الاذاع، وعندنا اليوم 8 رموز 4 مفتوحه و4 كذلك لاشواط الانتاج. نتابع.
مشاهدينا الاعزاء في عزبه سعيد بن سهيل اليبهوني مالك عريب صاحبه رمز الانتاج في هذا المساء، نهنيه وانه مسد على ذلك. وكذلك عندنا مضمر عريب، يا مرحبا ومسهلا يا ابو سالم. الله يرحبك عبد الله ربي، الله يسلمك. الناموس يا ابو سالم، بدايه في هذا المهرجان نقطه طيبه ونقطه كلنا يتمناها، ضربه البدايه كانت معاكم مع عريب. الحمد لله، الله يحق لك خير وعافيه من الله، الله يطول عمرك. حدثنا عن عريب وعن ماضي عريب، وهذا الاسم محبوب عند اليابهوني، شعار اليابهوني دائما اشوف هالاسم موجود عنده ويحقق الرموز. والله هذا الاسم طال عمرك متفاول به، وعندنا بكره اذاعه ماخذه في الكبرى. نعم. رمز هذا الاسم. اي نعم، وخت البكره هاي من الابو من الفحل. نعم. والبكره هذه طال عمرك امها بنت البحيري وابوها الغزال. الغزال. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه انتاج ما شاء الله من ابو وام. نعم. 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 ابوها وامها عند علي بن سهيل. الانتاج هذا الحمد لله ثمرة الانتاج، معناته هذه ناموسة ناموسين وهي ابوها وامها موجودة في العزبة، والحمد لله على التوفيق الطيب. الحمد لله طال عمرك، هذه الناقة امها ناقة طيبة، وامها منتقية قبلها سبق. نعم. ناقة وبعير قبلها بكرة وقعود منتقية قبلها سبق. نعم. والناقة بكرة ما شاء الله هذه من شدناها وبكرة سبق، وكذنا ناخذها الا بالدوب قبل، ما يعني ما قضيناها. الحمد لله نباها مثل هالشوط الحمد لله وتيملت فيه ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا شفنا الشوط وكنا نتابعه لحظة دخول عريب تقريبا في الكيلو كيلو 200 الأخيرة، دخلت دخلة مرهية ما شاء الله، كان بالرغم أن في شعارات كان مرشحات في الشوط عندها وركاب ما شاء الله كثيرة من بكار مرشحات للشوط، لكن السبوق تسبق في النهاية والحمد لله أن ما بقصور بالباقيات، لكن عريب كانت وصلتها جدا طيبة ونهايتها طيبة، واستعدادها لهذا الشوط ما شاء الله كان على قمة الاستعداد. الحمد لله، هذا طال عمرك الشوط هذا شوط فيه سبق، والاخوان اللي مشاركين فيه كلهم يعني مقدمين احسن ما عندهم من الحجوان اللي عندهم سبق، ولكن عرب الحمد لله تيملت وبكر سبوق صراحه، يعني بكر ما شاء الله عليها بكر سبوق وهاقن فيها الهقو طال عمرك، والحمد لله تيملت. على مشاركتها السابقه وين كانت؟ والله كانت في مراكز فرعيه، ما كنا طال عمرك نقضها، وعلى كرامه تسبق وتي ثاني من دون كض، واشتركت لآخر موسم يعني اشتركنا به. نعم. وشاركنا به طال عمرك في دبي، لكن ما كانت يعني في يومها، كانت عندها وعكة صحية يعني ما كانت في يومها مختلة مع يعني، وما الحمد لله يعني نعم، ولكن اليوم الحمد لله عوضت بكرة، وتوي كانت يعني توها جاهزة البكرة يعني بداية جهوزها الحين، وأعتقد إن شاء الله إنها بتكون إن شاء الله رقم صعب هاي بكرة إن شاء الله بحيل الله. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق وبشا ومشاركاتك القادمة إن شاء الله في الأعمار القادمة. والله إن شاء الله عندنا باكر مشاركة في السن اللي قايا، وعندنا في السن الإذاع إن شاء الله. نعم. وعندنا في السن الثنايا خير يوم إن شاء الله يعني نتفاول خير، وإن شاء الله عندنا حلال طيب، التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مشاهدينا الأعزاء عندنا الشاعر ومعلق الميدان الشاعر راشد الزرعي، يا مرحبا ومسهلا. الله حي عبد الله، أرحب بك وأرحب بغناة دبي ريسينج الحاضرة في قلب الأحداث. مرحبا ومسهلا الشاعر، اليوم انتم تعيشون الفرحة مع ابو سالم في هذه العزبة، عزبة الناموس، والحمد لله هذا المهرجان طيب، جمع الاخوان من الخليج ومن مثل ما شفنا اليوم الاشواط متوزعة بين اصحاب المملكة واهل الدار، واخواننا كذلك حصلوا على نقاط من سلطنة عمان. مهرجان طيب ومهرجان الحمد لله فيه بيعات وخير، حدثنا عن هذا المهرجان بحكم انك انت متواجد دائما في هذا الميدان، ميدان الوثبة. والله أولا نشكر أصحاب السمو الشيوخ على الدعم والاهتمام في هذه الرياضة، رياضة سباقات الهجن اللي تجمع الغلوب، تجمع الشعوب، تجمع الماضي والحاضر والتراث. نقول لهم بيض الله ويوفقكم، والله يطول عماركم، ميدان الوثبة غني عن التعريف. اليوم شفنا توزع الأشواط ما بين الأشقاء من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهذا حلاة الركض يا عبد الله، حلا تركض لما تتوزع الأشواط وكلنا ناخذ نصيبه. وسمعنا عندك أبيات في عريب. والله الأبيات هذه في عريب ارتقالية، يقول من دورة الوثبة إلى سويحان، من داخل الميدان للميدان، طيارة اليبهونية اللي طارت بالكاس والناموس المسيان، هذا الشعار اللي ثبت في الحاضر، والمجد له من ماضي الأزمان، عريب راحت عن عيون السبق يوم العصا فكوه من الأبطان، أهدت نواميس العلي وإخوانه وربوعهم وهالية
سويحان والمضمر اللي ثابت أنا تضميره يشهد له الإعلام والميدان راشد بن سعيد الذي متفنن الزرعي اللي في المحافل بان كابتن وقاد الطائرة من الوثبة والكاس هوابة على سويحان. نقول الناموس لجميع اللي تناموسوا معنا في الأشواط السابقة أو في الرموز اللي كانت عندنا في سن الحقاقة واللقاية. خلصنا كل تقاريرنا اللي سويناها من أول يوم في هذا المهرجان إلى اليوم. بنبدأ بنعرض نقاط ترشيحات الجروبات ومن ثم سنتحدث عن أشواط المساء والرموز الثمانية. خلونا نشوف الجروبات وين وصلوا في نقاطهم في هذا الختام. نتابع. جدول ترتيب مجموعات التواصل الاجتماعي. المركز الأول هل الناموس 19 نقطة. المركز الثاني عالم اللصايل 3 17 نقطة. المركز الثالث راعي متعبة 16 نقطة. المركز الثالث راعي تحية للهجن 16 نقطة. المركز الرابع تراث الهجن 14 نقطة. المركز الخامس عزبة ملاقط 13 نقطة. المركز السادس مجلس الظفر العيناوي 12 نقطة. المركز السادس تراث الأصايل 12 نقطة. المركز السابع هل الزبيدة 11 نقطة. المركز السابع المجلس الذهبي 11 نقطة. المركز السابع نحن العاصفة 11 نقطة. المركز السابع هل الهجن 11 نقطة. المركز السابع الاقتصادي 11 نقطة. المركز السابع هجن وادي السيل 11 نقطة. المركز السابع منتدى ميدان المشرف 11 نقطة. لاستقبال مشاركات مجموعات الواتساب أرجو إرسال الترشيح على الرقم 00971582002990. جائزة المركز الأول بطاقة عضوية مقدمة من المجموعة العلمية المتقدمة. قيمة البطاقة 135,000 درهم إماراتي. نبدأ مشاهدينا الكرام بالحديث عن أشواط الرموز في الفترة المسائية والشوط الأول شوط الإذاع الأبكار المفتوح، ومعنا عدد كبير من المطايب مشاركة في هذا الشوط، وكذلك أبرز الملاك المشاركين. راح نذكر كذلك أبرز هذه الأسماء ونحاول نحن نسلط الضوء على أغلب هذه الأسماء مع علي بن سالم بو داود. بو سالم الشوط الأول شوط الإذاع والأبكار والرمز المفتوح، نبدأ بالحديث عن أبرز الأسماء المشاركة في هذا الشوط والهان. والله هذا الشوط يا أبو خليفة الشوط المفتوح شوط رئيسي، شوط يحمل إثارة يحمل ندي يحمل تنافس لهجن خاضت أكثر من غمار في أشواط الرموز. بداية بولها لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، البكرة هذه أول مشاركة لها جت رابعة الرمز في مهرجان جائز زايد الكبرى. نعم. أمس شفناها جائز ثالث في رمز مهرجان ولي عهد أبو ظبي في رأس الخيمة. نعم. شفناها في أيضا في 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 السعودية، كانت منافستها طيبة في أشواط الرموز، حصلت يا خامس يا سادس على الرمز. نعم. أيضا هيمانة
اللي هي الحمد بن هيام بن سالم العامري. هذه البكرة شفنا لها ظهور في جائزة زايد الكبرى في الشوط الأول أبو خليفة، واستخدمها اللي هو مضمرها بن هيان كدفاع الخطة لخلة الرمز، وقامت البكرة في أول الشوط على طول المسار يمكن لمسافة 5 كيلو و600 متر، وهي مستلمة زمام الشوط، جت في الأرقام الخلفية يعني يمكن 7 8 7 في شوط الرمز. أيضا عندك منصورة غيهبان اللي هي الحمد راشد بن حمد بن غدير الكتبي، هذه البكرة احنا شفنا لها سابق في مهرجان ولي عهد أبو ظبي في رأس الخيمة باسم الرميثي، وسبقت ومنافستها دائما شفنا لها منافسة في المملكة العربية السعودية، شفنا لها منافسة هني. البكرة من أقوى إرشاب لليوم بتكون في هذا الشوط. أيضا عندك منصورة السيب بن علي بن راهد بن سويلم حلال بو محمد، شفنا ركضه متميز، وهاي البكرة لها سبق في الدور الفرعية وسبق في الرئيسات الرئيسية. رهو المنصور بن سيب بن دري المنصوري أيضا بكرة لها حساب، بكرة بن منانة يمكن من أبرز المرشحات التزام اللي هي العلي راشد بن حمد بن غدي الكتبي، هذه البكرة صاحبة رمز مهرجان ولي عهد أبو ظبي في رأس الخيمة، صاحبة رمز مهرجان ولي عهد دبي، أول مشاركة لها في جائزة زايد الكبرى، حاصلة على المركز الخامس على الرمز. نعم. عندك الدرعية لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري، هذه البكرة شفنا لها سابقة بعد أشواط رموز في مهرجان ولي عهد دبي وكان تيمها 8.59. عندك الشبابية بكرة مناسبة شفنا لها سابق رموز بكرة بن غدير، هذه أتوقع بكرة جديدة، أتوقع أنها تكون في أول الشوط لخدمة اللي هي التزام، لأن طبيعة ركض التزام أبو خليفة ما تقوم في أول الشوط. عندك زريج شفنا سعادة فري بن علي بن حمودة أمس في ميدان المرموم وفي كأس ولي عهد دبي، شفنا دفع بها كدفاع لخدمة اللي هي دمعة وخدمة نعم ومتعبة في الشوط. باروتة لمحمد سيد بن عويضان العامري، هاي سابقة في المرموم ومشرية أظني من عند بالحبروت أو من عند حد من الربع، توها شرية جديدة اللي هي هذه باروتة. الفاتنة بكرة مظفر بن محمد بن خموش العامري، آخر مشاركة لها في مهرجان ولي عهد دبي خامس على الرمز وكان أداها جدا متميز. عندك عيالة أيضا من أبرز المرشحات، عيالة دائما في صلب المنافسة، شفناها في كأس الخليج في الكويت جاي ثاني على 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 الرمز، أمس في دبي كان ركضها جدا متميز يتثالث على الرمز، ودخولها في الأمتار الأخيرة في آخر 800 توقع أنها تكون صاحبة الرمز، لكن حصلت على المركز الثالث. ثقة المبارك بن محمد بن نصر العامري، يشوف بن نصر دافع بخيرة حلالة في هذا الشوط، ثقة ثالث في الكبرى هني على الرمز ولها أكثر من سبق في الدواوين هني. عندك معياه لمحمد بن سهيل بن عويضان أيضا، هذه من الشرايا الجديدة. عندك محمد سلطان مطر مرخان كتبي، أبو سلطان دافع باسمين دمعة ونزهة، دمعة سابقة في الصياهد في المملكة العربية السعودية فترة الصباحية وكان أداها جدا متميز، وحلال محمد سلطان مرخان مدي من مهرجان ولي عهد دبي ومهرجان الصياهد، شفنا حلاله في تطور وفي في 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 جهوز وفي أداء متميز. عندك سمحة بكرة متحة أنور الطنطاوي، احنا صراحة أبو أنور ما شفنا له ظهور متميز في هذا المهرجان في الحجائج في اللقاية، سمحة أتوقع أنها اليوم يكون لها حضور، أتوقع من الشرايا الجديدة عند متحة أنور الطنطاوي. عندك نزهة أيضا محمد سلطان مرخان، اعتبار سمحة في مركز اللبسة دافعه أي نعم دافعه بس من طنطاوي من طنطاوي نعم. عندك اعتبار اللي هي للدكتور راشد بن حمد بن زفنة، البكرة هذه العام كانت وصيفة رمز وثالث على الرمز ورابع على الرمز ولها السنة أكثر من سابق وفي السعودية. عندك شديدة سالم بن سعيد بن عمان مهيري، شفناها هنا أكثر من سابق وفي سويحان. الشبابية محمد سلطان سيف المنصوري، أيضا شواهين المنصور بن سعيد بن قذل الحبابي، البكرة هذه صاحبة الرمز في ميدان الصياهد بعد نتائج الفحوسات. عندك معاني و ايضا شفنا لها اكثر من سبق هنا في المرموم وفي الدول الفرعيه. الراعبيه اعياد احنا نشوف اللي هو خليفه بن رشيد السويدي دافع سعيد بن خليفه وخليفه بن سلطان بن رشيد السويدي دافعين باكثر من اسم،
يمكن شرارة أبرز الأسماء الموجودة عندهم، شرارة شفناها لها سابقة هنا في الكبرى وسابقة في مهرجان الصياحة في الشوط الأول، وشرارة من رشاب اللي حساب لهن 1000 حساب، أتوقع أنها اليوم بتكون كارت رابع عند برشيد. عندك غنايم لمحمد غانم بن علي بن حمودة الظاهري، شفنا شعار بن حمودة رابع على الرمز، خامس على الرمز، غنايم بكرة دلول ولها سبق ولها صاحبة إنجاز في ميدان المملكة، أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. هذه أبرز الأسماء الموجودة عندنا في شوط كأس الكؤوس شوط المفتوح. نعم هذه الأبرز. نشوف ترشيحاتكم، نروح نشوف ترشيحات المحللين المشاهدين الكرام شو رشحوا في هذا الشوط، ومن بعدها بنحاول أشوف أنا في اتفاق تام على التزام من ناحية الجمهور ومن ناحية الجروبات. حمد عبد الله مهيان معياه، خلف ساري التزام، علي سالم التزام، بارك من فعيل مهيمانة، رامس بن محمد هيمانة، محمد بن بوته سيل بن محمد بن بوته التزام، عصام الخامري التزام. اتفاق على التزام. التزام بكرة السبوق ثابت مستواها في جميع الختاميات والسبوق يراهن عليها اكثر الجمهور. هيمانه ابو محمد رحت عندها ليش؟ والله هيمانه شفنا محمد مركاضها في مهرجان الكبرى بكره يرت في الشوط الخته اللي ماخذها الرمز مزون وسلمت عمك عمتال الاخيره مزون. وما شاء الله نشوف ركابه اللي هو راعي اليمشى مدات اداء قوي، وبكره السبوق واذا كانت في يومها ابو محمد 7 مرات تغير ترشيحك. والله صار عندنا غلطه شوي في الكتابه. احب رايي انا، مو مشكله عندي كم مره، بس ليش تغير؟ في علوم تيك صح؟ والله انت مشغله، شوف جنود مشغل عنده 7 مرات. الريال متصدر يعني، كنا قبل نقول بسلام ابو هي اكثر واحد بالكثير، ابو هي نغير مرتين. لا غيرت يلا انا اقول بالكثير مرتين. ما يغير بعد توقف، لان شوف مره واحده انا غيرت انا لا غلط، لكن انا اقول حصات انا اللي بتصدق ابو خليفه، كان عقب التغيير دي الله صاب الترشيح هم مشكله. ترى اخبرك شيء في حصات ترى الله يوفقهم كلهم ان شاء الله. يسوي لهم حصات تشوف قلبه يطرق طرق طرق. لا والله ما بناهم طال عمرك الا يشوفون كل خير هالحلال طال عمرك تعبانين. الله يوفق الجميع ان شاء الله. لا نحن نتعبك، بس ما دام انك تغير في علوم عندك صح؟ والله نحن لازم نستشير. اكثر مطيه غيرتها؟ والله انا ما غيرت، شبه قريب اتفاق السبق يعني. الشوط الاول التزام، عندك العلي براش بغدير بكر ثابت مستواها في جميع مراكيض، عندك هيمانه اداء حلال بن بهيان يعطي مؤشر كبير، عندك معياه البن عويضان، هل حياة عمرك هو اللي شوي الانسان يحتار بينهن، فنقول الله يوفق جميع المشاركين. احتمال هذه كلهم بدايه يعني. ابو سالم ذكر يمكن اكثر عن 10 اسماء. الشوط بيقع بدايته غي همان، هي بتكون متصدره المشهد. عطني تفصيل الشوط في اول كيلو، انا اقول لك اني اول في اخر كيلو في اخر 200 متر. شوف طبيعه الحال انه غي همان على ركبها اللي شفناه في مهرجان جائزه زايد الكبرى، قامت في اول الشوط والبكره سلمت في الامتار الاخيره. اليوم اتوقع انها هي الكرت الرابح اللي عند حمد بن هيام بن سالم العامري. غي همان بتكون في بداية الشوط، أتوقع أن سعادة فري بن حمودة راح يدفع بزريج، أتوقع أن سعيد بن خليفة برشيد راح يدفع بأعياد. الشوط هذا بيكون في أتوقع أن بعد اللي هو حمد بن راشد بن غدير عنده أبرز مرشحة واللي هي التزام. نعم. راح يدفع برموز أو غي همان راح تكون في صلب المنافسة في 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 أول 3 كيلوات. منو بيهاجم؟ البيهاجم اكيد انه بن حموده وبن غدير كله، لانه ما بيخلون بكره بن هيان تروح عنهم. النصر بعد مسجل كذا شوط، النصر عنده بكراته هذه كلهن سبق عياله وثقه، وهذه كلهن يراهن عليهن ان ياخذ الرمز. فاتوقع ان الشغل بيكون من بن حموده بن غدير بن رشيد. بن رشيد نعم، كله على بكره اللي هو حمد بن هيان بن سالم العامري. إذا قسمنا الشوط في أول كيلو، منو راح يسحب أو يهاجم من بداية السباق؟ إذا على الركض اللي شفناه في جائزة زايد الكبرى راح يسحب الشوط من بدايته حمد بن هيان بن سالم العامري. أتوقع يعني في الأمتار الأخيرة يكون إذا في بكرة بن مظفر اللي هي الفاتنة تدخل في آخر كيلو تكون في صلب المنافسة. اليوم هب ترى بيكون نعم. في توقيت. فبكرة بن جدلة أيضا تدخل في الأمتار الأخيرة. بكرة اللي هو الدكتور راشد بن زهنة تدخل في الأمتار. دمعة بكرة بعد محمد سلطان مرخان بكرة ما يستهان بها، وأمس
عيالة تلحق في الأمتار الأخيرة وركضها جدا ممتاز. أمس مركضها قوي في نعم ولي العهد. شاب بن 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 نصرة من اللي ذاعوا فوق معطيات مؤشر طيبات في مركض ولي عهد دبي. فالشوط أنا أتوقع أنه بكرة بن هيان ما يخلونها تروح براحتها. ما يخلونها. إذا راحت بكرة. استنزاف من البداية. إذا راحت بكرة بن هيان في أول 3 كيلو. متصدرة المشهد ولياها أي ضغط أتوقع أن السبق يكون عندها. إنها بكرة صعبة وبكرة سبوق. اللي هي هيمانة. هي البكرة أمس سلمت عند داخل الأمتار وأمس بن هيان استخدمها دفاع الخطة وأتوقع أنها اليوم تكون يعني كرت رابح وارتشاب بن عويضان ارتشاب سبق أيضا كله والله ارتشاب يا أبو خليفة في الشوط يعني ما يستهان به. طيب نروح عند أبو هيا والشوط الثاني شوط الجعدان المفتوح عندنا أسماء قوية وبنتكلم عن هذه الأسماء معاك أبو هيا تفضل. الشوط هذا الشوط لا يقل أهمية عن الشوط الأول خصام والشوط هذا فيه قاعدين ثابت مستواها من بداية الختاميات في الرموز منهن مزاحم والصامل ومبهر وجي توينتي لعلها هذه من أبرز الأسامي الموجودة في الشوط. أضف على ذلك بعض الأسامي المتواجدة لبعض الملاك مثل محمد بن سلطان بن مرخان محضر الأسمين وعندك السليماني لحميد بن عمهي. إذا حضرنا الأسامي عندك مزاحم ماخذ رمز اللبسة ووصيف رمز المرموم في مركاض ولي العهد عند الأمتار الأخير بأوامر شبه أنا أقول يعني تسرع فيها حصل على المركز الثاني وعلى مبهر. الصامل حصل على المركز الثالث وله عدة سبقات في ميدان الهباب وفي ميدان المرموم ملك مطر محمد بن دحروي العامري. إذا جينا عند الكدري سابق في سيف العرب لمحمد بالعصري بالحب العامري سابق في مركاض في سيف العرب ومنافس في مركاض ولي العهد في دبي وله عدة منافسات. تحضر للشهم سهيل بن رملي بن محمد العامري سابق في مركاض الملك عبد العزيز في السعودية ووصيف في السيارة على في شو اسمه في مركاض ولي العهد. عندك السليماني وصيف رمز زايد الكبرى من القعدان السبق ليراهن وصاحب وعطوه الرمز هو يعني بس لكن في الركض كان وصيفه الرمز الحميد بن عامر بن عمهي المنصوري. عندنا طال عمرك جيت وانتي كان باسم بحر طامي ومن القعدان السبق صاحب رمز زايد الكبرى وصاحب رمز ولي عهد أبو ظبي. عندك مبهر رمز ولي عهد دبي رمز مهرجان الملك عبد العزيز. عندك بعد في زايد الكبرى المركز الثالث وفي مهرجان ولي العهد المركز الثالث. هذه الأسامي هي أبرز الأسامي المتواجدة وعندنا أسامي القعدان اللي هن الشامخ والضاح من الأسامي القوية اللي لها عدة سبقات في مركاض في ديوان في سيف العرب وفي الشمال في دورة الشمال تابعنا لها المراكض قوية وفيهن قعود شري أعتقد أنها بيكون والضاح إذا ما خاب الظن. فأسامي كلها بارزة وقوية وإذا سألتني أنا عن ترشيح أنا رشحت جي 20 بعد في اتفاق عام كذلك جيت وانتي. خلونا نشوف ترشيحات ومبهر ومزاحم والصامل هذه من أقوى الأسامي اللي في الشوط والسليماني يعني كل القعدان نعم. لكن توافيق اليوم عاد نشوف الترشيحات. عبد الله بن بهيان الصامل خالص سارة مبهر لا ما في اتفاق خلف ساري مبهر نعم. عبد الله بن بهيان الصامل ورامس جي ار وسهيل بن بوته مبهر و لا التزام الشوط الاول يا اخواني كيف جي ار هو اللي هو جي 20 جي 20 هو ما عندنا جي ار جي 20 ما في جي ار طلعته بعد جي ار هذا لسان هذا الشوط هذا يمكن ابو خليفه الشوط هذا ابرز الحلال التقى في جائزه زايد الكبرى التقى في مهرجان ولي عهد ابو ظبي في مهرجان السعوديه في مهرجان دبي جميع الجعدان هذه متواجدة في الشوط منهن اللي هو
الصامل ومن هنا اللي هو مبهر واللي من هنا اللي هو جي 20 ومزاحم ومزاحم شفنا له يعني صاحب رمز وثاني على الرمز واغلب الحلال هذا كله موجود ومسامح يعني الحلال هذا كله موجود في 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 الشوط في الشوط من بدايه الموسم يمكن مطيه مطيتين ثلاث مطايه موجوده جديده في في اربع خمس مطايه موجوده في الشوط اما جميع الجعدان فهن متواجده من بدايه الموسم للحين عدل الترشيحات اخواني وعرضوها مره ثانيه مطيه الرمز الاول الواحد اللي ياخذ رمز يتنومس بيعته اما اليوم مطيه الرمز ما ودك انك تبيعها ليش الجوائز مغريه قيمه ومغريه تنافي يعني تضاهي التسعيره من 2 مليون مليون ونص 3 مليون صح فالحمد لله فضل من رب العالمين ثم المعازيب الله يطول عمرهم على هالدعم الا محدود نعم رحت مع جي 20 يا ابو محمد صح والله جي 20 نعم قعود سبوق وشفنا مراكزه صاحب رمزين صاحب رمز ولي العهد وصاحب رمز الكبرى قعود يترشح وعنده قعدان لكن ما شارك من فتره جي 20 يا اخواني والله هذا السبب هو نفسه البحر العود اللي كان عند اسمه بحر الطامي المصلح المصلح نعم. صح نعم من زمان اخر رمز له في من بعد ولي العهد القعود ما شفناه في جاي شار مرجع سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد نعم والله هني مسوي له تعليق وسبق وكسر التب في الوثبه القعود سبوق اذا كان في يوم القعود صعب عندك قعدان سبق ما يستهان بن مبهر وعندك مزاحم وعندك الرهاوي وعندك الصامل هذا القعدان كله نسبق لا غير الحين الكل اتفق عليه يعني حتى في الجروبات 90% جيت ون هذا قعود سبوق اذا كان القعود صاحي صعب اسمه كان اسمه بحر طام يعني شوف صامل ومبهر فقط عند ابو سلام وعند ابو حمد لا غير ابو سالم وابو هيا جي 20 ورامز وعصام جي 20 وسهيل بن بوته مبهر مبهر يعني في اتفاق تقريبا نقدر تقول 60% من الاستديو ايضا جي 20